إذن تتم للحلقة السابقة، تكلمنا يعني عن العلاقة الوطيدة بالإيمان بذاتك بالإيمان بالله. فهناك حديث جميل، إذا نحن غصنا في معانيه وغصنا في حديث علي بن أبي طالب يقول: من عرف نفسه عرف ربه. فإذا هناك علاقة وطيدة ما بين يعني معرفة الإنسان بنفسه واستكشاف نفسه والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا شيء آخر، يعني الرسالة اللي كانت من طبعا في اللي بغيت ندوزها أساسا نمررها، وإن ربما يعني لا يوافقني الكثير الرأي، يعني أنا بغيت نقول بأننا اليوم جميل أنك تتباهى بأنك تختم القرآن كذا في السنة، لكن أجمل منه أن أرى ذلك في سلوكك اليومي، أجمل منه أن تطبقه وتفهمه في سلوكك كل يوم، فبهذا ستجد السعادة تغمرك، لأنك تجلب إليك الطاقة الإيجابية بتعاملك مع الناس بشكل جيد. ولا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنرجو يعني من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الخير، وأن نتعامل مع الأشخاص يعني نتعامل معهم بواحد الشكل يعني يناسب سعة الرحب والحب الكبير الموجود في الإسلام. وكانت حصة اليوم مع الكوتش أسماء الهاشمي، موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله.